مع الأسف أنها غير موجودة عندكم وزارة البلديات. ليش منكوبة؟ خلني أقول لك، بيوت عشوائية، بيوت مهجورة، مدارس مهجورة، مستشفى مغلق على بعض المجمعات، حدائق مهملة ومكسرة، وللأسف فرجان محاصرة من وزارتين وهيئة، وزارة البلديات، وزارة الإسكان وهيئة التراث. المواطن ما يقدر يرمم ولا يشتري ولا يبيع فيها. خلنا نكون صريحين مع الأهالي، إذا تبونهم يطلعون من الفرجان خلنا نخبرهم وينتهي الموضوع، لأنه ما بقى إلا تسكون عليهم الكهرباء والماء وينتهي الموضوع. تري أن قبل رمضان بأسبوع طاح جزء من بناية في فريج العمامرة على سيارة مواطن، بس للأسف ما حد يري عنه لأنه مواطن فقير وما حد سأل عنه. أتمنى من سعادتكم زيارة الدائرة المنكوبة، وأنا برسم الخدمة.